فضيلة. اليوم سنتحدث عن العلامة ابن خلدون. لو تحدثنا عن مشروعه التجديدي، ومشروعه بالتأكيد كله تجديد، ولكن مفاتيح هذا المشروع من وجهة نظر فضيلتك كانت ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولد عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله تعالى في تونس، وتخرج وكان أكبر من علمه ودرس عليه وقرأ عليه كان أباه. ابن خلدون ما اتولد في سنة 731، 731، وميت 808. حصلت حاجة في هذا القرن يعني تذكرنا بما نحن فيه الآن، والحمد لله رب العالمين أن يصرف عنا الوباء والبلاء. حدث في سنة 749 ما يسمى بالوباء الأعظم، وساعات يسموه الوباء الأسود الأعظم، وساعات يسموه الطاعون الأسود. وده حصل في حوض البحر المتوسط كله، يعني حدث في مصر، حدث في تونس، حدث في المغرب، حدث في إيطاليا. وكان سبب هذا الوباء بدأ من الهند، جاءت بعض الفئران، والفئران تحمل مرض الطاعون من المراكب اللي جاية تحمل البضائع لأوروبا من الهند. انتشر الوباء بقسوة وبطريقة غيرت التركيبة السكانية للمنطقة كلها، فكانت هذه علامة فارقة. ولما تروح عندنا واحنا بندرس في علم الرجال والتاريخ وكذا، ومنجد انه يقول لك ومات في هذه السنة، ويجيب لك الموتى من العلماء، من القواد، من المشهورين، الكتاب، الأدباء، فيجيب مثلا 10. في سنة 749 مجلد. يعني يقول عنه ابن حجر العسقلاني حاجة غريبة جدا، يقول ونقل الميراث في 9 أبيات في يوم واحد. يا خبر أبيض، كل 9 بيوت عمالة تموت، من واحد يموت فتورثه مراته فتموت في نفس ذات اليوم، فيورثها أخوها فيموت في نفس اليوم، فتورثه مراته. كده احنا بننتقل من عيلة لعيلة 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 على حتة أرض موروثة اهي. فمراته لما تموت يورثها أبوها فيموت في نفس اليوم. بهذا ال ما اعرفش اقول عليها ايه، قسوة السرعة يعني او مأساوية طبعا، او الشدة طبعا. ففي 749 في الوباء الكبير مات ابوه وامه هناك في تونس، ابن خلدون. احنا الكلام اللي احنا بنقوله بتاع ابن حجر في مصر مظبوط، ولكن عم العالم. وشوف بقى يعني الحمد لله احنا الكورونا وهي جايه بنقول الحمد لله، الحمد لله على انه ما هوش كده، يعني ما هو بينتقلش الميراث في 9 أبيات او 9 عائلات في يوم واحد. فالامر ده مات فيه ايضا العلماء اللي كان بيدرس عليهم. عندنا كام سنة دلوقتي؟ احنا عندنا 17-18 سنة ابن خلدون. فاشتغل بالمناصب بقى، لا روح اكل عيش بقى، ما هو ما فيش علم، خلاص الحكاية قفلت، والعلماء ماتوا كثير منهم، وحدث يعني نوع من انواع الشعور بالغربة والوحدة وكذا الى اخره. فراح اشتغل في الدواوين وكذا، وبعدين انتقل، ابتدى بقى يعني تمشي فترة الوباء دي، والأوبئة عادة ما تكملش 3 سنين، يعني 3 سنين وتنتهي. فربنا يصرف عنا وباء كورونا ده وملحقاته، وإن شاء الله احنا في السنة الثالثة، فنأمل في وجه ربنا انه ينتهي
ويرفع عن العالم إن شاء الله على ما جرت عليه سنن الله الكونية. اللي فراح ابتدى بقى يروح المغرب ويدرس، وابتدى يروح الأندلس ويدرس، وفي كل ده أظهر ذكاء كبيرا، ذهن متقد محلل، ذهن من النوع اللي بيمسك الحاجة يحللها كده ويشوف أسبابها ونتائجها وعلاقتها مع الأشياء الأخرى وهكذا. اللي راح واتصل بقى بالحكام وتولى مناصب كتيرة واستشارات وكذا إلى آخره، وبعدين أراد أن ينسلخ من السياسة. السياسة ساعات بتبقى ليها نفسية معينة، إذا ما كنتش عندك النفسية دي أم تتضايق منها ما تعرفش تكمل. فحاول إن هو ينسحب من الأمور السياسية ويركز في الأمور العلمية. ابن خلدون قال للسلطان أنا عايز أروح أحج. طبعا دي كلمة ما يقدرش السلطان إن هو يعني يرغم على عدمها وكذا، لأنها متعلقة بركن من أركان الديانة. وجه مصر ونزل الأسكندرية وابتدى يتعلم على علماء مصر، وابتدى الناس لما تسمعه يلتف حوله الشباب، لأنه كان عنده قدرة كبيرة في تبسيط العبارة وفي شرحها وفي التعمق فيها، فالشباب يحب كده علشان يفهم، لأنه بيوفر عليه كثير من السنين.